عقدت اللجنة المشتركة بين وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف وغرفة تجارة وصناعة البحرين اجتماعا بحضور سعادة السيد نواف بن محمد المعاودة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف والسيد سمير عبد الله ناس رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين. وتم خلال الاجتماع بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في مجال التطوير العدلي الداعمة لنمو الأعمال وتعزيز مقومات البيئة الجاذبة للاستثمار. وأكد وزير العدل الحرص على مواصلة دعم توسيع تطبيقات الوساطة في حل المنازعات المدنية والتجارية التي تعد من الوسائل المفضلة اقتصاديا وعالميا، مشيرا إلى الاهتمام المستمر بتطوير العمل في محاكم إعادة التنظيم والإفلاس بالتعاون مع المجلس الأعلى للقضاء. من جهته أكد رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين اهتمام الغرفة بتعزيز دورها في تطبيق وسائل الوساطة بتسوية المنازعات بين التجار، حيث تعمل على تفعيل مركز لتسوية المنازعات من أجل حل وتوفيق المنازعات التجارية البسيطة بهدف دعم القطاع الخاص وتجاوز التحديات التي تواجه التجار، إلى جانب دراسة الغرفة لبعض القوانين المهمة ذات الشأن كإعادة التنظيم والإفلاس وتقديم مرئياتها. طبعا حرصت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بالالتقاء مع غرفة التجارة مملكة البحرين، والهدف منها هو تشكيل لجنة مشتركة دائمة بين وزارة العدل والغرفة، وذلك ليكون هناك تواصل بين الوزارة والغرفة في الشق القانوني والتحديات القانونية والإجراءات في المحاكم التي تواجه التجار التحديات فيها، وسماعهم ومشاركتهم في هذه القرارات التي سوف تصدرها الوزارة، ودعم الوزارة للغرفة من باب تقديم الدعم الفني وإصدار القوانين الخاصة بتسوية المنازعات في الغرفة، ومشاركتنا معهم في الوعي القانوني للتجار من باب التدريب والتطوير، ومشاركتهم في أحدث القوانين التي صدرت حديثا منها من قانون التنفيذ الخاص. وإضافة إلى ذلك تم الاتفاق بتشكيل لجنة فنية قانونية مشتركة بين وزارة العدل والغرفة للنظر في هذه القوانين ومدى جدوى تطويرها ومراجعتها. طبعا يسرنا جدا وجود تواجدنا هنا في وزارة العدل للقاء سعادة الوزير نواف والإخوة القائمين على وزارة العدل. طبعا هذه الاجتماع طبعا أول اجتماع للجنة المشتركة بين وزارة العدل وغرفة التجارة والصناعة البحرين، وهذا المجلس المشترك يعتبر الأول منه، وراح يكون كثير من الاجتماعات القادمة إن شاء الله في برامج محدد. وهذا الاجتماع بالتحديد يوقف على كثير من القوانين والتشريعات اللي تصب في مصلحة الاقتصاد الوطني ومصلحة التجار وحقوقهم وهذا.